عامره نعمه. عامر محتاجه تهضري يا نعمه. محتاجه غير نفرغ شي فاش كتفرغ غير داكشي اللي في القلب فاش تحط واحد السر ولا شي حاجه اللي ما غاديش تعاودها لاي واحد لاي واحد يعني صافي بحال راه فهمتي يعني بحال كتدفنها في شي غابه في شي بير مسدود يعني ما يقدر شي واحد انه فهمتي يعايرك بها ولا انه يتبع لك بها الهضره ولا براف. يعني كتكون مأمن. برافو نعمه حنا كاملين تنسمعوك الناس كاملين متشوقين يعرفوا القصه ديالك مرحبا بك نعمه تفضلي عاودي قال داك الشيء اللي بغيتي حنا تنسمعوك يا نعمه ان شاء الله مرحبا نعمه اش نقول لك هذه قال لك من الصغر يمكن انا حاليا العمر ديالي 30 سنه ام لطفلين حاليا تقريبا يعني الطفوله ديالتي كانت شويه بحال قلتي تعقدت في الصغر ديالي كان عندها مشكل ديال ان الاب ديالي كان كيسكر بزاف كان كيقمر كان كي يعني كنقولوا كيفسد سمحوا لي على هذا المصطلح هذا يعني واحد الصوره ديال الصغر ما قداتش تمحى لي من بالي كنت صغيره شويه كنت نقرا في الابتدائي يعني التحضيري كما كنقولوا الام ديالي حصلاتو في واحد البيت دعاره حلقات الحوايج جرات عليه مهم الصوره ما بغاش تحيد لي من بالي يعني كنت واخا كنت صغيره ما بغاش تحيد لي من بالي بغينا كيفاش حصلاتو بعدا هي كنت انا صغيره والاخ ديالي صغير مني وسخرتني عنده لواحد الدار كان هو خدام فيها ومشينا عنده هو ما بغاش يحلنا الباب انا بالعقل الصغار وهذا مشيت عنده قلت له ما بغاش يحلنا الباب وهذا صافي تما عرفت بلي كاين شي حاجه مشات تما اقتحمت الدار وهي تلقات تمايا قاتو يعني متلبس هي ما عيطت للبوليس لا والو يعني في هذيك اللحظه هي يعني فضلت انه دير له الشهاء لانه تستر داك الشيء ولا تعيط للبوليس ولا فهمت صافي تحولنا من المدينه اللي حنا ساكنين فيها ماشي مشكل في المدينه ولا نحاول لا احسن كاع شوف بلا ما تقول لك لا احسن تحولنا من المدينه مشينا للدار ديال جدي فاش مشينا للدار ديال جدي رفضونا خوالي وجدي وجداتي قالوا لها يعني واش نتيا عاد تجي في هذا السن وعندك الاولاد وعندك يعني عندك اربعه الاولاد ما عندكش حتى واحد ولا جوج اللي نقدروا نعيشوهم ولا يعني خصك انك تشوفي شي حل صافي اضطرت انها ترجع نفس الوضعيه نفس شي ناجع ما يعني شنا واحد لابيريود رجعنا للدار يعني كان كيخدينا بالجوع كيمشي يعني كيغدار سيمانه بجوج ثلاثه حتى ربي هداه بوحدو يعني بوحدو هو توحشنا حنا توحش الابناء ديالو توحش الدار ديالو يعني وطرجع عندنا ملي نرجع يعني ما عنده لا خدمه لا والو لا حتى حاجه حيت الدار فايت ديك المهنه اللي كان كيمتهن صافي سد الحانوت ما بقالوش شي مدخول اخر اضطرينا اننا اضطرت الام ديالي انها تخرج تخدم في ديور باش تجمع واحد راس المال باش دير واحد البيعه وشريه يعني دوزنا ديك الفتره موراها نيت انا تعرضت لواحد الوعكه صحيه الام ديالي نيت هي اللي كانت معانا اخ ديالي كذلك في هذيك لابيريود اللي انا كنت مشيت ناس السويسي ديال الرباط العقل ناس فتحت الاخ ديالي يعني في هذيك لابيريود انا بحال الا فتحت اليوم الاخ ديالي موراها بشي 3 ايام ولا 4 ايام ناس شلل نصفي كيفاش شلل نصفي قصر واحد حمى سميتها الحمى الصفراء يعني لامينانجي لامينانجيت قصو شلاتو شلال نصفي
اضطرت الام ديالي انها تخليني انا في سويسي فاتحه على العين ديالي، ووجدت عنده المحمل الخامس. صافي بقينا هكاك، معاناة عندها ما بيني وبين خويا. الاب ديالي ما مسوقش كاع، يعني هي اللي كانت هزنا، هي اللي هزت المسؤوليه هي. يعني هادشي هذا ما بقدرش يتمحى لي من بالي. يعني حتى الطفوله ديالتي انا ما دوزتهاش طفوله عاديه، يعني ماشي طفوله عاديه. يعني حتى الطريقه زعما باش نلعب ولا هذا كلشي كيقول لك لا عندك غادي انت راه ما تشوفيش، راه غادي ديري غطيحي غتفعلي غتركي. يعني ما لعبتش كاي طفل، يعني المرض ديالي ما خلانيش انني نعيش الطفوله ديالي. بقيت اللي كبرت عاوتاني، كنت هذيك الساعه كنت مشيت لواحد المجال اللي هو شويه، مشيت للجمعيات. يعني كنت عزيزين عليا المخيمات، عزيزين عليا التقطير، عزيزين عليا بزاف ديال الحوايج. مشيت لهذاك هو الميول ديالي. تما غادي وقع لنا واحد، يعني كانوا بحال كانوا كيستغلونا بهذا المفهوم هذا. شكون تيستغلوا العقل، يعني العقل الضعيف ديال الانسان. يعني باش نقول لك هذيك لا بيريود ديال 2006 2007 ياك، كانوا كيقولوا غادي نمشي نخرجوا نناضلوا ونديروا ونفعلوا وهنتركوا وهذا. يعني تما ياك كنا بحال استغلوا الميول السياسي ديالنا. يعني حنا مازال ما عارفينش، مازال ما فتحنا على دوك الامور. بقيت في هذاك العمل الجماعي. واحد النهار غادي تعتقلوا، هنا غادي تبدا المهم يبداو بزاف ديال الحوايج. تعتقلنا، كنا هنا خرجنا في الشارع تعتقلنا. يعني ولو عندي انا وليت بحال في الدار عندي الرقابه، يعني ما يمكنليش انني ندير شي حاجه. خصني ضروري خصني الاستشاره. يعني الا بغيت نخرج غير الزنقه خصني استشاره. يعني رفضوا انني نكون من هذا النوع هذا. يعني حتى الحريه الشخصيه ما كانتش عندي. من بعد منها غادي نتعرض عاوتاني لواحد الظلم تنسميه ظلم. فكنت تنقرا في السيزيام اني كان عطاونا مجلس تاديبي. كنت شويه انا قبيحه في الصغر ديالي، يعني باسله. يعني هذاك الشيء اللي كان دوك العقد اللي كانوا عندي كنت كنفرغهم، رغم انني كنت كنقرا. كنت كنجي من الاوائل، ولاني كنت كندير شي فعايل ديال القباحه خايبين. عطاوني مجلس تاديب، تحولت من مؤسسه لمؤسسه. انا فاش تحولت من ليسي ليسي، تما الدوسي ديالي غادي يتباع. انا قريت سنه كامله، كنت فاش السنه الاخرى بلي ما وصلنيش للبلدان ديال نهايه السنه. انا عارفه راسي كنقرا، يعني ما تقولش بلي انا ساقطه ولا. يعني انا كنقرا عارفه راسي شنو دايره، حتى في الامتحان عارفه راسي اش كندير. يعني ما عنديش مشكل. فاش جيت كنتفاجئ ما تلقاش سميتي لا مع الساقطين لا مع المفصولين لا مع الناجحين لا مع حتى شي حاجه. كان عندي دليل واحد، هو ان الرسيد اللي كنت تسجلت به ديال التسجيل ديال التامين مدرسي هو اللي كان عندي كدليل بلي كنت في واحد المؤسسه. مشيت عند داك المدير قلت له شوف انا راه كنت كنقرا في هذه المؤسسه هذه، يعني ما كنعرف حتى شي واحد. قال لي لا انت خديتي الانتقال ديالك. قلت له خديت الانتقال ديالي، وين الدوسي ديالي؟ ما كاينش. انا بغيت الدوسي ديالي كنعرفك انت. تما غادي نتعرض لاقبح حاجه هي سنه بيضاء. عيطوا لي سنه بيضاء. مهم، حاولت انني ديك السنه نكملها باش ما كان العام الاخر البكالوريا غادي يوقع لي عاود واحد المشكل مع واحد الاستاذ. غادي يدير لي محاوله غش، وانا ما كنتش كنغش. هو غير يعني كان انتقام لواحد واحد القباحه درتها له في القسم. يعني انتقام كنتي باسله في البكالوريا. اللي نبغي نفهم بانك كنتي باسله كنت باسله. يعني ما كان يعني اي حاجه قالها لي عقلي كنديرها. يعني ما كنتشاورش مع شي حد ولا فهمتي. يعني كلشي كيتبرى مني وما تيلقاوش معايا حل حيت كنت نقرا. ما كيقدروش يديروا معايا شي اجراء. بقيت هكاك اني شد البكالوريا.
ملي غنشد البكالوريا ديالي هنا غادي تبدا المعاناة ديالي، معاناة في الدار، معاناة هذا، معاناة أنه الأب ديالي رفض أنه يسجلني في الكلية، ولا قالك أنا يعني صافي وصلتك البكالوريا دبري راسك، يعني ما قالك أنا ما عنديش يعني دبري راسك. أنا حاولت نتحدى، مشيت سجلت في الكلية، حاولت أنني نقلب على حلول بديلة، درت الحل الجامعي. قبل الحل الجامعي هنا غادي توقع لي أول حاجة، يعني الثقة، يعني النية، يعني هنا كان وصي البنات وكان وصي أي واحد كيتصنط ولا هذا، النية إيه زوينة، ولكن من النية بزاف هو فاش كتجي الثقة. وكنفوض أمر الله، هنايا غادي نتعرف على واحد الدري تما تيبان زوين ظريف هذا، وراه تنقلب على الكرار الحي جميع مازال مفتاح، انا بغيت نتانستالي، راه بدات لي القرايه، يعني بزاف ما بزاف ديال الحوايج غيضيعوا لي، يعني لي كور غيضيعوا لي وهذا. قال لي واخا مرحبا نقلب معاك على الكرا، جا معايا تيقلب دراسو، تيقلب معايا دازت هديك الليله، دوزت عند واحد البنت تما تنعرفها في مكناس عندها الاخت ديالها، لا غدا عليه كيتصل بيا تيقول لي انا لقيت لك الكرا دار مفرشة زوينة هذا، قلت له انا ما قدرتش على دار مفرشة، قلت لا يعطيوك مالي دار الاعداد غير انت غير اجي للدار وهذا تشوفيها وهذا، قلت له واخا مرحبا. جيت تما غادي يوقع لي اول مشكل في حياتي، غادي تغتصب تمايا، يعني تغتصبت سمح لي حدثيني واحد الاستوى القديمة شوية. مهم تما غادي تغتصب، غادي يبقى يسايس معايا، حيت ديجا انا عارفه بزاف ديال الحوايج، كنت في منظمه ديال العفو الدوليه، تما غادي نعرف بلي عندي الحق انني نعيه، يعني واحد البيريود قليله. انا تما ما لعبتش فيها، فهمتي؟ يعني تنقول انا نقدر زعما نشدو كما كنقولوا، تنقولوا انا غير يعني ضيعتيني الشرف ديالي اللي مش حال هذه وانا نحافظ عليه وهذا. قال لي المهم انا نشوف معك الحل، انا هذا بقى كيدي بيا اليوم غدا حتى دازت هذيك لا بيريود، شوفي الا كتعرفي شي واحد فين خصك تسيري له. تما غادي تخربق حياتي، غادي نولي بليا، غنولي كنستعمل المخدرات، يعني جميع الانواع ديال المخدرات استعملتهم. مامي ما تخافش، مامي نعسه، ماما ما تبكيش، ماما نعسه. تما غادي نولي كنكمي، كنسكر، كنتحسس، وسمحوا لي على هذا المصطلح هذا، لا تقدر حسك، حيت كاين بعدا امهات هنايا راه كنتبع كاخويا بدر، بس خوي وتما متفاهمين بانك باغا تخوي، تنتمنى بزاف الناس يخرجهم اللايف تشبك على قليل وجيم عفاك، تيكتبوا لي بلي انا راه اللايف تيخرجهم كلشي برك على الجيم، ما تخسر والو باش ما يتقطعش اللايف. كمل هنا، شنو بغيتي تقولي؟ ها ما تخافش انا كنهضر اولادي، يلا غير نعس، انا كنهضر. المهم بقيت تمايا، تما غادي نتعرف لافاك على واحد البنات اللي هما شويه ما زكيينش، فهمتي؟ يعني هما اللي زادوا زعموني على بزاف ديال الحوايج. انا كنت كنحاول ندبر على المصروف ديالي ديال لافاك، بين ما تخرج عندي لابوس، يعني كندير دي سي في، كندير بزاف ديال الحوايج، يعني ما كنت كندير شي حاجه خايبه، انما كنت كنحاول انني ندبر المصروف ديالي. كان كيعاونني الاب ديالي مره كيصيفط لي التقضيه مره وهذا، ولاني ما ماشي ديما، يعني خصني نعول على راسي. بقيت هكاك انا ما خرجت لعبوس، انا ما راه بزاف ديال
الا ما كنت انا كنت كنمشي مع الجمعيات يعني بحال هكا كتكون شي فورماسيون ولا كنحاول انني ندبر على مصروف يعني كاين بزاف ديال الحوايج بقيت هكاك هكاك حتى غادي نتلاقى بواحد الشخص كنا ديجا كنا كنتلاقاو في الجمعيات ولكن ما كانش عندنا احتكاك دائم هذاك الدار الله يجازيه بالخير في هذا النهار هذا وكنتمنى له التوفيق في حياته بزاف ديال الحوايج هذاك الانسان عاوني بزاف يعني حاول انه يحيد لي النص الكبير ديال البليه يعني كان كيحاول يشغل لي الوقت ديالي وكيحاول بطريقه انه يحيد لي داك الشيء بقيت هكاك يعني بقيت كنستعمل غير التدخين عادي مهم بقيت في لافاك المدة ديال تقريبا دخلت من 2011 اللي شتي البكالوريا حتى 2015 بقيت تمنية تعرفت على واحد الشاب تمنى في نفس كنا في الكلية هذاك جا خطبني من دارنا مهم عاود له الاستوار ديالي شنو واقع لي يعني ما تفرجتلوش على الغش هو كان ما تفهمناش انا وياه يعني ما كناش انا وياه متفاهمين 100% يعني وقت يوقعوا مشاكل بزاف هو فيه الشك انا داك الشك ما قديش نتعايش معاه فسخت الخطوبة ديالي منه صافي رجعت من الكلية رجعت للمدينة في ساكنة رجعت عاوتاني رجعت للمعاناة مع والدين ديالي تيقولوا لي رقم التنا في الدار ما بغيتش نشوف فيك شي خدمه ما بغيتش نشوف فيك شي ديبلوم ما بغيتش نشوف فيك شي حاجه ما تبقايش جالسه حنا قريناك باش ما تبقايش جالسه المهم ديما عندنا نفس الموال كيتعاود انا ما كنتش باغا انا المدينه ديالي كنبغيها وما ماشي ما قداش نخويها يعني تنقول غنمشي غندير ناس جداد ندير بزاف ديال الحوايج جداد ما قداش نخويها بقيت صابره واحد وبقيت صافي درت واحد الدبلوم فاش غادي ندير هذاك الدبلوم غادي يجي الزوج ديالي اللي ولد معاه دابا بجوج وليدات اللي هو الطليق ديالي حاليا غادي نتعرف عليه مي غادي نتعرف عليه غادي ما ماشي تعرفت عليه انا يعني هو اللي كان كيتبعني حتى عرفته واحد البيريود ديال شهر يعني عرفت في وقت وفرصه باش انني نعرف الشخص اللي غادي نبني معاه حياتي جا زوجني جا خطبني من دار تقريبا لقينا المده ديال الخطوبه ديال عام سمح لي راني متوتره خويا بدات شويه لا خذي راحتك شوف حنا معاك خذي راحتك خرجي كاع داكشي اللي عندك بارك الله فيك بالعكس مرحبا بقيت المده البريود ديال العام وانا مخطوبه انا وياه كانت الام ديالي ديك الساعه تعرضت لواحد الوكاله صحيه واحد الموغاجي في الراس انا ما عطانيش خاطري انني نعقد ونمشي حيت ما كنت باغا ندير لا عرس لا والو انا جيت هاد الانسان يعني نيشان كلاودي انا راني بليا ديك الساعه حبابي ما تعرفونيش بلي انا راني يعني مازال كان مخاف قلت له دي انا راني بليا انا شنو واقع لي انا راه ردي عليك الميكرو كي كان في الاول نعمه كلشي بالك على جميع فكم مبارطاج ردي الميكرو كي كان في الاول كلشي جاي دابا مزيان اها تفضلي قلت لك بقيت هكاك معاه بقيت المدة ديال العام تقريبا العام وانا وياه بقينا تيديني فين تنقرا كيجيبني للدار بقينا هكاك المهم تنمشيو كنجيو واحد النهار بابا صافي ما بقاش قابل هذيك الغدايه قال له شوف يعني خصك دير لازم ديالك هو كان كيتهرب من الصداق ديما تيقول كان راه ما عنديش انا هذا وعلى فكرة هاد السيد هذا كان مفرج لي على الغش فهمتي يعني تيقول لي انا راه عندي دار عندي يعني عندي باش نعيش ماشي تنقول انه انا طمعت انا يعني تنقول انا الحياة يعني اللي غادي حياتي كريمة يعني اللي غادي تعيشي في حياة كريمة كما كنقولوا
ما خاصني ما عنديش وما خاصنيش. هو تيقول لي بلي عندنا واحد 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 كاين واحد لابارتي ديال واحد البومبا، يعني انا راني عندي ميسور، عندي حرفتي، عندي تنبيع ونشري، عندي بزاف ديال الحوايج، عندي الدار عندي. فسولته قلت له الدار شكون ساكن فيها، تيقول لي مرات الاخ ديالي يعني ما كتمشي عنده، هو عسكري كتمشي عنده. والام ديالي قلت له انا الام ديالك يعني ما عندكمش كيفاش غادي ديرها، ما غاديش تلوحوها يعني، ما انا ما ضد هذه الفكره هذه، كنت في الاول ضدها يعني، تنقول انا الام ديالو الام ديالي يعني، ما مشات لها بنتها وجات بنتها هكا كنت كناخذ انا الفكره اللي عندي يعني، تنقول هذيك ام كيف ما كان الحال، كانت زوينه ولا خايبه كتبقى ام. بقينا هكاك، انا الام ديالو كانت رافضاني، انا ما هي كانت يعني باغا تزوج واحد بنت اخرى، انا ما على بالي والو، انا ما هي ما عمرها فتحتني بالموضوع، هو ما عمرو قال لي شي حاجه. كنت فجأة النهار اللي غادي نطيحوا العقد، غادي نلقى بلي راه مزوج جوج مرات ومطلق. واش ما قالوكش قبل؟ ما قالوا ليش يعني، انا قلت انا راه يعني داكشي ما ماشي سبب باش انني نتراجع، فهمتي؟ كان بين ليا السخاوه، بين لي بزاف ديال الحوايج، يعني تنقول انا هذاك ماشي سبب يعني، هو راه يعني راه ماني سبب مقنع انني باش نتراجع عليه، ولا رغم ان حبابي حملوني مسؤوليه ديال انني بلي كان عليا نرجع، فاش لقيتو بلي مزوجه مطلق كان عليا نرجع. المهم بقيت هكاك واحد لابيريود، نهار فاش غادي نطيحو العقد بعدا غادي نلقاه بلي راه سميتو بلي كدا كذب على امو، قال لها بلي راه هو خدام هذيك الليله، هو راه ما خدامش، كان معايا انا في لوطيل. قلت انا بغيت انتي مرتي يعني، بغيت نعيش معاك حياه ديال الزوجين كما كنقولوا هذا. بقيت هكاك، المهم دوزنا ديك الليله. قلت له علاش دابا كذبتي على الام ديالك؟ قال لي حكا راه حنا عائلتنا معروفين بالسحور وهذا. قلت له شوف انا ما كنامنش داك الشيء. قال لي انت ما كتامنيش، انا كنامن، وبزاف ديال الحوايج واقعين وهذا، المهم انت ما كتعرفيهمش. قلت له واخا مرحبا، ما علينا، ماشي مشكل. بقيت هكاك، دخلت عندهم للدار. سيمانتي قال لي غادي تجيب جميع حوايجك وغادي تجي. قلت له دي دابا ما يعني فاجئتني هذا. قال لي المهم غادي تجمعي حوايجك وغادي تجي. انا ديك الساعه كنت مازال كنقرا الدبلوم ديالي، كنت دايره واحد الدبلوم مازال كنقراه يعني، رغم انني تزوجت كنت شارطه عليه ان الدبلوم نقرا. قال لي هو قال لي لا ما يمكنش، انا غادي تخرجي. انا ما يمكنش، هذاك الشرط كنت شارطه عليك من الديبار يعني، ما غاديش تضيعني في قرايتي، غادي تضيعني في هذا المسار كامل اللي ضربت. المهم قال لي راه الام ديالي تبلوكاو لي كومونتير، عافاك كلشي كومونتير ويبرك على جيم، حيت لي كومونتير تبلوكاو ليا حتى انا، عافاكم كلشي برك على جيم، عافاكم كلشي بقي برك على جيم بحال هكا وقليب، وكل واحد يكتب شي حاجه الله يتحيد البلوك حيت انا راه تبلوكاو ليا. سمحي لي قطعتك نعمه، كملي. مرحبا خويا بدر. المهم بقينا هكاك على داك الحال. دخلت عندهم الدار، تما كتبدا الام ديالو كتعامل معايا بواحد التعامل خايب. انا ما يعني ما يعني ما يعني تنقول انا ربما هي انني جيت عروسه جديده، هذيك الفكره اللي كنقولوا ديال انا غندي لها ولدها، هادشي اللي كنت قايله. المهم بقينا هكاك جلسنا، انا كنحاول انني نتفاداها يعني، مع ذلك نتفاداها يعني، نتفادى انني ندبز معاها ولا نحتك معاها ولا يعني، كنقول راه ام يعني كبيره في السن، واش غندير راسي من راسها؟ واش انا نكون مولات العقل؟ انا هذا هو ما كانش كي يعني ما كيصرفش في الدار يعني، كتبقى الدار خاويه، ما كاين حتى شي حاجه في الدار، كيخرج من الصباح من العشاء الصباح، ما كيجي حتى 12 د الليل. فاش كتمشي كتقول له فين كنتي، تيقول قدام. ايوا اش جبتي لنا؟ راه ما كاين والو، تيقولك ما عنديش، دبر راسك. ويت كنضطر انني انا نطلع عند الوالدين ديالي حيت ساكنين حدايا تقريبا، كنمشي عندهم للدار كناكل وكنجي يعني، وليت انا كنكذب عليه يعني،
يعني وليت انا يعني بحال تنقول راني خارجه غير نتخى، وكنولي انا طالعه عند حبابي باش ناكل باش انني نجي ونجي شبعانه نشبع كلشي. تما غادي نعرف راسي باللي راني حامله، يعني كنت حامله. انا عندي واحد المشكل ديال انني ما يعني انا ديابيتيك، يعني عندي فيها السكر، والسكر مع موانع الحمل ما كيتوافقوش، يعني كيوليو حلول بديله. انا ما كنتش عارفه بلي راه ما عنديش الحق انني ناخذ مانع الحمل. صدقت حامله بولدي الاول، حاولت انني نصبر. في اول مشكل ناقشنا في واحد مهارات، كان واحد النقاش كبير انا وياه، ضربني هرس لي الضلعه ديالي وانا حامله، كانت عندي تقريبا 4 شهور في كل شيء. فاش ضربني زرق لي صحتي كرشي، المهم كل اللي كنت مضغطغه صافي. فاش مشيت للطبيب قالوا لي راه ما يمكنناش نجبروك، غادي تبقاي عايشه بهكا حتى تولدي، يعني غنبقى 9 شهور حتى نولد، يعني هذيك الضلعه ما يمكنلاش تجبر. قالت الا جبرناها غادي نقتلوا داكشي اللي في الكرش، يعني ما يمكنناش نديروا شي حل اخر. يعني كنبقى بهذيك المعاناه تقريبا كنبقى 15 يوم 20 يوم صابره، وكنمشي للطبيب كيضربوا لي واحد ليباري باش انا يهدى ليا الحريق. كانت هذيك الساعه كورونا، يعني كان شويه صعيب الحال. بقيت صابره هكاك، صابره. جات الطبيبه بعدا عندي قبل فاش نهار فاش غادي يضربني النيس غادي يهرس لي الضلعه، جات عندي الطبيبه قالت لي انا غادي نحيد هذه من المسؤوليه ديالي. سكت ماما، نحيدها من المسؤوليه ديالي. قالت لك غادي نكتبوا رابور تقرير طبي، قلت لك نحيدو انا على رقبتي باش انني قلت لك ربما تحتاجي شي نهار ربما، وفعلا وقفت عليه. المهم كملك اخويا بدر، مراها ولا ما بقاش هذاك العذاب اللي كنعيش في الكرش، ولا العذاب اخر ولا كيكويني في الصحه ديالي. كيفاش راه عندي ولا كيكويني بالكارو انا في هذيك لا بيريود ديال فاش كنت حامله. فاش خرجت انا فاش كنت حامله كنت يعني حيدت البليه، حيدت كنت يعني نهار طيحت العقد معاه وليت انسانه اخرى، يعني وليت شاده ثقاري، ما تنخرج ما والو، ما فهمتي، ما عندي صحابات، ما عندي صحاب، ما عندي، يعني حيدت اي واحد عنده علاقه بيا في الحياه من غير العائله ديالي. ولا كيجي سكران، كيجي سكران يجيك مع 11 الليل، يجيبك معاه صحابو في الدار، مسوق شوارع، يعني ما عندوش حياه زوجيه، هذيك عنده ما عندوش مشكل. الصباح ينوض يخليك صاحبه في الدار، يقول لك ها هو صاحبي هنا تنوضي طيبي له الفطور، ما عندوش مشكل. فاش وليت كنتناقش مع هادشي ولا كيكويني بالكاجو بصحتي، راه لقيت راسي عندي في رجليا حيت الساعه مازالت تيكمي حتى تيكمي وكيطفي. تقدري وراك عارف تقدري تصوري؟ صورت واحد التصويره راه عند الادمين، نتمنى الادمين تصيفطها لنا الادمين بوسره. عندها واحد التصويره ديال الى وصلتها ديال رجليا، الى ما وصلتهاش نعاود نصيفطها على دابا. موراها حيت صيفط لها جوج شي جوج تصاور ولا ثلاثه، الى وصلوها ما وصلوهاش نعاود نصيفط لها التصاور. نتمنى من الادمين بوسره انها تصيفط لي التصاوره. ها كملي اختي. بقيت هكاك صبرا، مهم تنحاول انني نصبر. صبرت على الجوع، صبرت على بزاف ديال الحوايج، لقيت على البيريود اللي ولدت الوليد الاول، ولدت على 7 شهور. الحمد لله كانت الصوره مكموله. كان عنده مشكل واحد اللي كان عنده هو انه رجلين بهذيك الضربه خرجوا يعوج، يعني ولا عنده القدم الحنفاء اللي ما كيعرفهاش، هي واحد الوجاج بحال شكل زيرو في الرجلين. نحاول نوضح حتى للناس اللي ممكن ما يكونوش عارفين هذا المرض هذا لي بيبو، واخا نوريهم التصويره، نوري الناس التصويره ماشي مشكل، ماشي مشكل. شباب لكم ولا ماش باينين ولا ماش Thank you.
تحملي لي؟ مهم الولد ديالي عنده لي بيبو زاد لي بيبو. انا دخلت كوما موراها بشي قول نهار ولدت 7 ايام عاد فقت من الكوما ديال السكر، حتى على السكر وصل لي 7 غرامات. كنت سيزاريان ولدت. المهم الولد طلعوه للبلاصه ديال الدراري الصغار حطوه في القرعه. تنتفاجئ بمو فاش انا يلا فقت من الكوما كتجي لعندي الام ديالو كتقول لي شوفي نقول لك حنايا راه ما عندناش الناس اللي يعني ما عندناش المعاقين في العائله باش تولي لنا معاق. انا راه ماشي اعاقه هذيك، راه مرض عادي. المهم كنحاول نوضح لها، قالت لي المهم انا قلت لك شنو كاين وصافي انت تعرفي. صافي مشيت خرجت من السبيطار، مشيت معاهم للدار. كان ديك الساعه خلاص ما درنا لا اسبوع الاول وكانت كورونا. دوزنا واحد لا بيريود ديال تقريبا 11 يوم بين ما بريت انايا بديت ولدي بديت للعلاج. بديت العلاج نهار الاول اللي كنجي من السبيطار كنتفاجئ به مع الدخله مع كيكي كيبدا يضربني بالطرش. تفاجئت قلت له مالك شنو واقع مالي شنو درت يعني ما فهمت والو يعني مع كيف تدخل مع كاين عليك بالطرش ما عارف راسك شنو كاين. قال لي فين كنت؟ قلت له بدي راه كنت في السبيطار يعني راه كنت ها الولد ها هو بالقبص ديالو راه جايبها بالقبص ديالو شنو. قال لي راه قالت لي الام ديالي مشيتي كدوري. واش انا غادي ندور الولد ديالي مريض واصلا ما انا حتى يعني حتى النفس ديالي مازال انني ما كملتو. ما قلت ما فهمتش شنو علاش بغات توصل الام ديالك وهذا. وعلى فكره بدر كانت فاش كنت حامله كانت كت الشقه ديال الدار هكا حتى من العصا ديال الشطابه كتحيد لي كتقول لي حني وشطبي. يعني كنت كنشطب وكنشيل فمي كنحني على ركبيه باش انني نشطب لها الدار باش نسيق باش راك عارف المنطقه ديالكم يعني ديال النواحي فين ساكن بلا ما نذكر المدينه. كاين البرد يعني عندنا الثلج. تصور معايا بلي البرد وتنصبن وانا حامله بالماء بارد تنصبن بيديا الحوايج ومع ذلك كنت صابره تنقول هذا علق. لا زعما في النواحي ديالنا صعيب انك تصبن بيديك باش ما نكذبوش على الله. يعني صعيب الحال باش انا صعيب. حنا كنت كندوش في الدار وانا حامله. يعني تصور معايا باللي راه الدوش العادي يعني ماشي حتى الدوش ديال الرشاش ولا يعني دا مدخل الماء باش انني ندوش. وكنت مع ذلك كنت تنقول هانيا ماشي مشكل كلشي فايت دابا ان شاء الله اليوم غدا صافي بقينا هكاك. حتى ولدت قلت لك بقيت هكاك صابره معاها تنقول صافي اليوم زعما اليوم غادي تقول راني بنتها غدا تقول بنتها. المهم نقول هي راه عندها بزاف ديال الافكار في دماغها انا ما على باليش بهم فهمتي. ما بقيت هكاك حتى النهار غادي الاولاد فاش وقعوا هذوك المشاكل يعني ولاو كيخليوني انا ما نديش ولدي انني يتعالج. قلت لك ما غاديش تخرجي من هنايا من الدار ما تعالجي حتى يدير عام. قلت لك كل ما سرعت في العلاج كل ما كتكون عندي النتيجه احسن واحسن واحسن. قلت لك لا المهم حنا ما عندناش المراه اللي كتخرج قبل 40 يوم حنا عندنا تقاليدنا هذا. قلت لها انا شوفي التقاليد راه حاجه والمرض حاجه. بقيت واخا كنحاول نسايس كملت 40 يوم نهار غادي نكمل 40 يوم وهذا. كنت هذاك النهار تلعقت كنت بغيت نمشي للحمام طلبت منه فلوس الحمام قال لي ما عنديش طبيهم الاخ ديالي. قلت له واش دابا انا مزوجه من خوك ولا بيك انت؟ قال لي المهم كبري راسك داكشي ما طلبيش مني انايا. قلت له ليك واش الولد ديال ليا ديري له الشرا وديري له اللي بغيتي ديري له المهم ولدك هذاك دبري راسك معاه. تما عرفت بلي راه كاين بزاف ديال الحوايج ما مفهوميش ما نقدرش نفهمهم انايا. دوز
دوزتها اتصلت بالاب ديالي حيت هما كلشي هما اللي كانوا كيشريو ليا هما اللي كيشريو ليا يعني اي حاجه خصتني كسوا حتى من ولدي فاش كان في السبيطار هما اللي شراو له الدواء هما اللي كساوه هما اللي داروا له كلشي اتصلت بالاب ديالي قلت له عافاك ها شنو بغيت ندير واشنو بغيت نمشي للحمام وبغيت نلقى حاجه وبغيت نشري شي حويجات قال لي مرحبا بنتي جا داني جا داني بقيت هكاك حتى هذاك النهار ديال اللي غادي ناقشوا انا وياه واحد النقاش اللي هو صافي خايب كان سكران جرني من شعري فوسط كنا فوسط المدينة وجرني حتى لواحد البلاصة قال لي شوفي نقول لك هذا الولد هذا اللي باغا تشديني به هذا ماشي ولدي غادي نقتلو خفت وبقيت شادة ولدي حاضنة عليه المهم كان اكل العصا وكان كالي غير على ولدي فهمتي كان اكل العصا الزنقة وكان كالي غير على ولدي واحد الناس الله يجازيهم بالخير كانوا كيعرفوا حبابي اتصلوا بالاب ديالي قالوا له راه بنتك غادي تموت اجي شوفها قبل ما تموت راه شنو كاين جاوا مع المدينه صغيره فهمتي معروفين المهم جا هزني الاسعاف مشيت للسبيطار داويت هبطت عاود رجعت للدار حيت الوالدين ديالي تيقول لك حنا راه ما غاديش نهزوك بولدك يعني خصني نبقى يعني كان عندي تخوف انني نخرج وتخوف من والدي حيت هما رافضيني كان بدا رافضيني فهمت جاو عندي للدار تما غادي نهرب غير شي وريقات اللي كانوا عندي وراقة ديك الليلة هربت شي وراق مع الام ديالي قلت لها عافاك الوراق هادو خبيهم عندك حيت كانوا كيدخلوا لي لبيتي يعني بيتهم هي بيتي فهمتي يعني حتى يعني هذيك الخصوصيه ديال المراه والراجل ما كايناش وحتى في الدار هكا يعني ديما كيبقى داك البيت خصو يبقى محلول ما يبقاش مسدود هذا شرط ديال امو يعني ما يبقاش هذاك البيت مسدود كاين اللي كاين نهار كيبقى محلول المهم بقيت هكاك طاقشنا هذيك النهارات ضربني تشوف انا مابقاش صبر على هاد الوضعيه هادي انا راني عييت من هاد الشيء قال لي حيت عييتي غادي تخرجي من هاد الباب وما تعاوديش تدوري هنايا قلت له مرحبا نزيت ولدي وخرج هكاك طويله يعني ما حتى ورقه عندي حتى حاجه حتى الولد مازال ما تسجلش في الحاله المدنيه مشيت لدارنا وقفت قدام بابا قلت له انت كتشوف الوضعيه ديالي بغيتي تقبلني انت ما بغيتيش تقبلني انت دخلت قال العيد الكبير هذيك الساعه مورا غادي تدوس قبل من العيد الكبير جا عندي ما فت انا اللي نرجع عنده نهار ديال العيد كيتصل بيا تيقول لي عافاك رجعي للدار وهذا قلت له شوف نقول كنت انا راه درتي لي بزاف ديال الحوايج اللي ما نقدرش نصبر عليهم هو كان كيضلل فهمتي كيضلل بزاف ديال الحوايج يعني ديما كيبان هو الضحيه وفاش كانوا هكا كيسمعوه والديا كيقولوا لي فريمون هو الضحيه ماشي انايا يعني انا تيقولك يعني انت طايشه يعني دابا هما يعني هذيك البساله ديالتي وداك الشيء اللي كانت محسوبه عليك تيقول محسوب عليه يعني نقدر ندير اي حاجه تيقولك انت راكي ديري اي حاجه يعني ما تتوقعش مني ما راني تبدلت راني وليت عاقله راني وليت يعني هذيك فتره الصغار داز لا يعني تيقولوا راه انت دايره هادشي بزاف ديال الحوايج دايراهم بقيت هكا صابره هذاك النهار نسيت وانا نحط التليفون قلت لهم دابا شوفوا غادي تسكتوا غادي تنطوا غادي تسمعوا شنو كاين بقيت كلشي كيتنط تنقولوا درتي لي ودرتي لي فعلتي لي يعني قال كلشي يعني صحاب له انه كيهضر بيني وبينه يعني انا راني يعني وريت الحقيقه لوالديا ما غادي يسد عليه هذاك الباب قال له شوف حنا بنتنا عندنا وداك الولد ولدنا وحنا غنعيشوا كانت المده ديال 3 شهور جا عندي للدار جاب عمو مرات عمو مو ما جاتش انا تربي جات انا تعايرني
وعلى فكرة أنا كانت تتهمني بلي أنني كانت عندي واحد البنية وعطيها يعني دور الناس قالوا لها بلي هذيك البنت راه عندها بنية وعطاتها وهذا وهذا وهي ما كايناش كاع هاد الهضرة هادي. يعني كاينين بزاف ديال الخلافات كانوا بيني وبين امي، يعني بزاف هي كتصنت للناس، كتقول لها الناس هي كتصنت وكتجي كتسقط عليا داكشي. بقيت هكاك جات عندي فاش قلت لها شوفي، قلت لها انا راه ما غاديش نرجع نسكن معاك في الدار وما غاديش نرجع لهذيك الوضعيه الا هاد الانسان هذا غادي يصرف عليا وغادي يعيشني مزيان. مرحبا، الا ما قادش انا يعيشني مزيان لا داعي انني نرجع عنده، زيد نتكرفس يعني الدار بزاف ديال الحوايج يعني، ويعني ما قديش سمح ليا يعني ما قديش انا نصبر حتى التشراب ديالو فهمتي، يعني هو يسهر حتى لواحد لقيته ويجي للدار ما عندوش مشكل، هو فهمتي كليتي ما كليتيش ما عندوش مشكل، وزيد الخوار مع الناس يعني مشاكل مع الناس بزاف، كاينين مع الناس بزاف يعني عنده بزاف ديال المشاكل يعني بحال قلتي دابا تيمشي يمشي مول الحانوت ويكريدي وما عندوش مشكل ما يخلصوش ما عندوش مشكل فهمتي. انا الناس كيعرفوني وكنحشم كيجي تيقول لي ورا راجلك فلان راه شنو دارنا وشنو دارنا، يعني انا كنمرق ما كنقدرش ما نقدرش نعيش انا بهاد الوضعيه هادي. بقيت هكاك، بقيت في دارنا مدة ديال عامين وانا في دارنا، يعني ما كيسول على ولدو ما لان المصاريف ديال ولدو تقريبا الصباط ديالو كانت عنده في الاول كان كيدير القبص، القبص كان كيتقام عليا في الاسبوع بألف درهم، في كل اسبوع خصني نحط ألف درهم باش انني ندير له الحصه ديالو ديال القبص. موراها كنت كنشري له واحد الصباط تقريبا ب 36 فري كل شهر خصو يتبدل بواحد الحديده. موراها عاوتاني فرض عليا الطبيب انني نشري له صباط ديال المشي وصباط ديال الليل، وبعد ذلك كنت كنتقاتل يعني شويه من والديا شويه مني انا، حيت الخدمه ما كانش كيصلح لي هذيك الساعه في هذيك البريود ديال عام ونص ما كانش يصلح لي نخدم حيت كنت كنرضعو ما عنديش كيفاش ندير، والعلاج ديالو شويه قاصح يعني خصك دير الترويض خصك تقابلو صباطو تما ما كانش كيجي تمشي تطلع عليه حتى شي واحد، حتى شي واحد ما عمرو دق من العائله ديال الاب ديالو ولا. بقيت معاه، بقيت هكاك مع ولدي صابره ما ينفعش، داز تقريبا كانت عنده عام وشي 3 شهور. سمح لي طولت عليك اخويا بدر، كنحاول تنحاول واخا هكاك نلخص لك القصه. عام و 3 شهور قال لي واش ترجعي عندي؟ قلت له انا ما يمكنليش نرجع عندك، راه لا بيريود كامله يعني ماشي انا اللي كنت كنصرف على هذا الولد، يعني انا راه ما مخلصه والو، يعني راه حبابي اللي مخلصين الا قدروا انهم يسمحوا في حقهم مرحبا، انا راه يعني ماشي كاسيون ديال الماديات ولا هذا ولا اني هادشي اللي عندي حيت هما هكا كيقول لك الا رجعتي عندو خلصي لنا الفلوس اللي خسرنا على ولدك. يعني انا جيت بين جوج ديال الجبال ما عنديش كيف ندير، واش نطلع لهاد الجبل ولا نهبط لهاد الجبل ما لقيت ما ندير. تما هو كان قرر غير بالنفقه حيت كنت دايره الدعوه ديال النفقه داعيه، كنت فاجئ نهار فاش جا عندي مورا بشي اسبوع ولا اسبوعين، كنت فاجئ فاش تحكم الملف كنت فاجئ باللي ربي قطع لي حقي، كيتشد في الحبس هو وخوه، خوه كان هو عسكري حط لك سوا ديالتو مبقاش في الميليتير، كان طرا لهم مشكل مع الباشا وكان ضربوا خزنية وضربوا واحد المقدمين ويعني بزاف ديال الحوايج داروا خربوا ضربوا طوموبيلات. تنتفاجئ في الباب ديال المحكمة كتجي عندي مرات خوه كترغبني كتقول لي عافاك التنازل للزوج ديالي ندير له التنازل على واحد الشكاية كنت دارتها به، شي جوج شكايات، الشكاية الأولى حيت واحد الشكاية كنت دارتها به لأنه كان كيهددني تيقول لي راه غادي نشعل فيك العافية إلا ما خويتيش أزرو نشعل فيك العافية. ما قلتيش المدينة، حاولي ما تقوليش المدينة.
ماشي مشكل. قلتي لي مدينه، حاولي ما تقولياش. اه اسمح لي. قلت لك كنت كيهددني، هددني فاب ديال المحكمه. كان واحد البوليسي هو اللي شهد معايا في الشكايه، قال لهم بلي فريمون هاد السيده ضربها من فوسط الجلسه وخرجها كان كيهددها. شهد معايا في الشكايه ديالي تما فاش زيروه، حيت كاين شاهد زيروه، جاو عندي طلبوا مني التنازل. انا في باب المحكمه قلت لها شوفي انا ما نقدرش ندير له تنازل، حيت قلت لها داك السيد يعني خطر عليا وعلى ولدي، يعني انا خايفه على راسي على عائلتي على بزاف ديال الحوايج. قلت لها المهم عفاك واش انت غادي تضمنيه؟ قلت لك انا نضمنو انا داك تا واخا مرحبا. درت لها التنازل على الشكايه. المهم بقيت كنسين يعني شنو غيديروا معاه. تعتقل جاو عندي موراها قلت لك عافاك راه زعما الام ديالو ما لقات ما تاكل. جا عليهم مول الكرا. على فكره الدار اللي كان قال لي على الدار ديالو كان عاطي فيها شي حاجه هو وخوه. لا كان عاطي هو وخوه هذا شي خلص طريطاس. هذيك الدار رهنوها رهنها وخرج الكرا، يعني رهن الدار اللي ملك ديالو باش يلقى باش يشرب شراب وباش يدور وهذا باش انه ويكري. خرجوا الكرا هذاك مول الدار ما صبرش عليهم 6 شهور تيسالهم ديال الكرا جري عليهم خرجوهم من الزنقه. الولاد ديالها بجوج تشدو يعني ما لقاو ما ياكلوا ما هذا. جاو عندي قلت لها شوفي هذيك الساعه انا كنت خدامه في واحد السونتر، يعني عندي واحد المقول قلت لها شوفي انا نقدر ندير معاكم يعني في وجه الدم نقدر ندير واحد الاجر نفريكم واحد الشهر وان شاء الله خلد براسكم يعني تحملوا مسؤوليه ديال تخرجكم غير من الشعر. انا موراها ماشي سوقي يعني ما همنيش فيكم. درت داك الشيء كريت لهم دبرت المرات خو على خدمه خدمات. انا النهار ديال الحكم ديالهم انا واخا يعني كيبقى يعني الاب ديال ولدي حضرت الجلسه. انا كنت درت لهم واحد التدخل شي ناس كنعرفهم وهذا حاولنا نشوفوا شي تنازلات وشي تخفيفات ومهم نشوفوا شي تغارات راك عارف القانون كله تغارات وهذا. تما غادي تبدا مو كتسبني في باب ديال المحكمه فتقول لي الله يجازيك بالخير ما تعاوديش تدخلي في هذا الشيء هذا وانا ولدي راه محبوس انت كتفسدي انت كديري كتفعلي كتركي. المهم شكرا الله يرحم الوالدين صافي عطيتهم التقرير. ما عاودوش شافوني المدة ديال عام ونص اخرى، يعني حتى صدفة في المدينة ما عمرهم تلاقاو بيا. جا موراها خرج جا هو رفع عاوتاني كيبيع ويشري دارس المال ديالو عاود وقف على رجلي جا عندي قال لي عافاك إذا كان ممكن ديري معايا شي حل نرجعو وهذا. قلت له أنا راه ما نقدرش ندير معاك شي حل حيت أنا خايفة منك، يعني درتي معايا بزاف ديال الحوايج خايب ما نقدرش انني نبقى معاك ولا نتواصل معاك يعني ما نقدرش. قال لي مهم يا غادي تجلسي معايا يا غادي ترجعي معايا يا غادي ندمر لك حياتك. قلت له شوف راه حياتي مدمره اصلا يعني لا داعي انك تزيد تهددني وهذا. قلت له انا ما غاديش نرجع لك، يعني انا كرهتك راه عائلتك راه بزاف ديال الحوايج انا بركه عليا ولدي وعائلتي انا عندهم. وليت اي خدمه شديت كيجي كيدير لي الشوهه كنخرج منها كيجي الباترون تيقول لك اودي راه هادشي ما طالحليش واش كنتي ويا دبري راسك شوفي شنو ديري. يعني هذا هو الباترونيال ديالنا ديال المغرب هكا دايرين، يعني تيقول لك انا عندي الكليون احسن لي من الخدام. بقيت هكاك بقيت مهم نهار على خون نهار على خون صبرا 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 حتى عييت صافي جهدي تقالى صافي مهم انا غادي نحد هاد الشيء. نفذت عليه الحكم ديال النفقة، انا ما كنتش باغا ننفذ عليه الحكم النفقة. انا قلت غير نزيرو يعني الى هذا الله يصرف على ولدو يزولو يتبدل هذا ربما يحن.
ما بغاش فاش دار لي هذيك سميتو حاولت انني نزيد انا مزيره نفذت عليه الحكم النفقه تاقلوه عاودو عطاو اجل ديال شهر خرج دخلت الشكايه ديالي للحفظ باش مشيت كنتسائل علاش دخلت الشكايه ديالي للحفظ قالوا لي ودي انت يا ما مطلقاش دخلت انتي عندك اهمال الاسره بغينا نعرفوا الاسباب جيت انا قرا داك النهار كنت خدامه في القهوه جالسه عليا ما بيا حتى جات يصورني القهوه شكون كنتي تصورك هز هذوك الصور الراجل ديالي مشى كيصورني داهم الوكيل المالي داك الوكيل المالي هذيك عقل عليا حيت انا داك النهار فاش دخلت عندو انفعلت عليه في البيرو ديالو قلت له انني انا يعني بغيت يتعدى هذا الامر هذا وانتم ما بغيتيش ديروا معاه شي اجراء قال لي انت بغيتي له الحبس انا هذاك الانسان ما غاديش نصيفطو للحبس قلت له شوف هو عنده واحد عمو في المحكمه فهمتي يعني واقف معاه قلت له شوف الا هو عنده اللي واقف معاه انا راه عندي الله يعني ما كاينش شي حاجه فوق القانون قلت له المهم انت تعرف شنو القانون ديالك انت تعرفو ما ينفعش عليه في الزاق عليا اتصلوا بيا في الخليه ديال النساء قالوا لي طلعي راه الشكايه ديالك خرجت من الحفظ لاسباب مجهوله مشيت وكان مالك بقيت فيه حيت فاش جيت انا كنهضر معاه يعني كنهضر معاه قاصحه يعني صافي ما بقاش كتهرس لي حتى شي حاجه يعني قاصحه ما منهاره ما والو فهمتي يعني هو فاش شافو هو كشخص داخل عنده وعطيه هذوك الصوت يقول له اجي تشوف اش كدير قال له اش كدير هذه الانسان خدامه على راسها وانت بغيتي يعني شنو بغيتي انت دير يعني انت اصلا ما حققش هضر انت سامح فيهم وجاي كتهضر يعني ما محققش هضر عيطوا لي قالوا لك ودي راه خفت الشكايه غادي تعتقل انا بالانسانيه قلت ما كان العيد الكبير هذيك الساعه تنعقل هذاك جات معنا بيريود العيد الكبير ما بغيتش يدخل الحبس يعني واحد يعني ما جاتنيش نغير عائله على قدها على عليا انا فهمتي انت نقول انا يعني ما نضرش واحد اخر قلت لك تفوت هذيك لا بيريود العواش راه عاد نشوف الحل معاه صافي خلص دخلت عند وكيل الملك قلت له واخا مرحبا شديت هذيك الشكايه هبطتها للكوميساريه قال لي المهم انت دابا راه زعما الملك ديالك صافي راه غادي قالك الا لقيتي ولا دا عيط لنا قلت له واخا صافي المهم هو اصلا كان عنده حسابات مع البوليس يعني باغين فيه الخدمه قلبوا عليه جاو داو تحكم 3 شهور بعد ديك 3 شهور هذه الطالي اكبر حاجه غادي تدمر لي حياتي مرة يعني كنت عايشة مرتاحة بخير يعني حتى والديا كاينين مشاكل ولكن واخا هكاك صابرة تنقول بيضا مضرقة من الدياب مضرقة من بزاف ديال الحوايج في الدنيا خرجت من الحبس جا عندي واحد السيد قال لي شوفي هاديك لابيريود كنت انا اللي دفعت الدعوة ديال الطلاق طلقت يعني مازال داخلة في العدة عيطت لهداك السيد عيط ليا قال لي عفاك الا كان ممكن بغيت ندير واحد التدخل بخيط بيض ولدك راه مازال غادي يبغي با مازال غادي يبغي بزاف ديال الاحتياجات هذاك الانسان راني هضرت معاه راه الا بغيتي تراجعي انت وياه نشوفوا لكم شي حل وهذا نشوف هذاك الانسان يعني واخا نضقش معاه حتى نعيا يعني ماغاديش نلقى معاه حل يعني كاين بزاف ديال الحوايج ضاريني من جهته ما يمكنليش انني جي في ليلة ونهار نسى شنو داز عليا نسى العذاب اللي تعذبت نسى الجوع اللي جلست فيه نسى الوسخ اللي عشت فيه نسى بزاف ديال الحوايج قال لي يا المهم انتي قال لي المهم انا نحاول ندخل معاكم وهذا قلت له ان شاء الله يدير الله خير قال لي عطيني النمره التليفون ديالك عطيتيه نمرة التليفون قلت له صافي فوق ما يعني تحت الفرصة انه هو الى نادم معاه الحال هو تيفكر في ولدو حيت والولدي يعني بقى فيها تيعيط لجدو بابا جداتو ماما يعني حتى الأب ديالو يعني ما كاينش عندو في القابوس يعني تنقول له راه بابا كان سميتي يعني ما يعني ولا كيوعى وما تيوعاش يعني ما تيعرف حتى شي حاجة بقى فيها الحال يعني من جيتو تنقول ولدي راه غادي يعيش معقد
يعني انا داك الحلم اللي تحلمت من الاب ديالي فاش كنت صغيره ما بغيتش واحد اخر يعيش فيه، حيت انا الاب ديالي ما كانش كيسوقنا كاع، ما تعرفنا لا واكلين لا شاربين لا فين وصلنا في المستوى الدراسي لا عاليه، يعني بابا هي اللي كانت تدير كلشي. بقيت هكاك. اسمحي لي نقطعك بزاف الناس، اسمحي لي نقطعك واحد دقيقه، لان بزاف ديال الناس هما خرجوا من اللايف وتبلوك، انا واش غير انا اللي مبلوك ولا كلشي كتبت انا؟ عافاكم في هذه اللحظه كلشي بلاك على الجيم وكلشي كتب شي رقم باش ما يتبلوكاش وكلشي يدير لبعضياته قليب. فوالا انا لي كومونتير راه تبلوكاو لي، كنعلق انا ما بقاش كيطلعوا لي لي كومونتير. عافاك كلشي بقى يبارك على الجيم، عافاكم كلشي جيم، الله يجازيكم بالخير اللي تتفرجوا يبركوا على جيم لانه تبلوكا. عافاكم راه كاين اللي مبلوكي ليه، نتمنى كلشي يخرج في دقه ويعاود يدخل، كلشي يبقى يخرج يخرج من اللايف ويعاود يدخل صافي. انت الا خرجتي من اللايف وعاود دخلتي راه يخدم ليك صافي الاخوان، كلشي يخرج ويعاود يدخل، خرج ويعاود يدخل صافي. سمحي لنا قطعنا كان نعمه وكلشي يبارك على جيم. اها المهم دوزت تقريبا المده ديال شي اسبوعين هكاك، اتصل بيا داك السيد قال لي عافاك اجي دابا نهضرو انا وياك. انا ما كنتش عارفه بلي هذاك النهار راه تكران، راه السيد راه بغا يهضر معاك ونحاولو ندخلو، هذا ما كنتش عارفه بلي تكران. اتصل بيا واخا مرحبا، مشيت عندهم تلاقيت بيهم لقيتو سكران، يعني فاش سكران انا غادي نلقى مشاكل معاه هذيك اللحظه اللي نلقى مشاكل، حيت انا حتى نبقى كنحاول انني نتفادى يعني البلاصه اللي كنعرفو تي عمرها ما تندوش منها، حتى واللي ما تنخرجش بوحدي معاه يعني تنخاف يدي ليا، يعني عايشه في رعب، يعني انا عارفه كيف داير. مشيت منهم قال لي بدا تيغوت في الزنقه وهذا، تنحاول نهدو هذا قلت دابا شوف عافاك دابا الحل اللي بغيتي غنديرو وهذا تنتعيش فيه وهذا، قال لي غير دخلي تهضري معايا دابا خلي معايا لدار السيد نهضرو. دخلنا انا السيد وهو، يعني انا قلت يعني ما غاديش توقع لي شي حاجه فهمتي اللي هي غاب ولا، دخلت انا ديك الساعه كان الاب ديالي كان ناعس في الانعاش، هذاك النهار يلا دخلنا الانعاش كان مريض في القلب، يلا جايه مصدومه من البلاصه اللي كنت حاطينو، جايه اتصل بيا لاخر يعني مشكل على مشكل، يعني ما قداش اصلا حتى نفكر. دخلت عندهم من بعد لقينا جالسين كنهضرو كنتناقشو، هذا السيد قالك وصافي قلتلو شوف راه قلتلو كاين شي حوايج بين الراجل والمرا ما نقدرش نفصح عليهم يعني قدام اي واحد، يعني كتبقى واحد الاحترام واحد القدسيه واحد، قالي ونخليكم تهضرو وهذا تما غادي عندي هذه شتي اختصاصني، يعني حاولت انني يعني حاولت انني ندافع على راسي، تما غادي يضربني بوس في كرشي. هي دي اللي في التصويره، هذه الضربه اللي في التصويره اللي في كرشك دابا هي راح لنا كبيره، هذه تما غادي يضربني، غادي نطلع نيشان من تما نيشان للمستشفى، نمشي للمستشفى غادي نتعالج. كرش كامله هذا مضروبه، كرش كامله كتحلات ليا، وعندي شي ضراب اخرين راه كديرها لهم سيكاتريز وما بقاولياش. مشيت هادوك ما حتى هادوك ما تغرزوش، ما بقاش لي طراس ديالهم غير ضربات خفافين. مشيت للمستشفى تعالج، تما فاش غندير المحضر قالوا لي شوفي حنا في هاد الحالات هادو ما تندخلوش، كي تدخل وكيل الملك حيت يعني الطريق ديالك وانتي يعني ما عندناش تدخل، غادي تعيني يومين عاد تمشي عند وكيل الملك. مشيت في هذيك يومين قالوا لي خصك تجيبي لنا شهاده طبيه، يعني واحد كيلوحك الاخر. مشيت جبت شهاده طبيه من المستشفى، عطوني فيها تقريبا 25 يوم. مشيت ديتها للكوميساريه قالك حنا ما غاديش نديرو لكم الحضر، هادشي ديري شكايه عند وكيل الملك. درت شكايه عند وكيل الملك، هبطت
هذا هذا الشيء كامل يعني حاولت انني نكتبه وما نبينش لحد ابي حتى شي حاجه شنو عليا شنو مسبينيش واش بغيت تاثر ما بينش لحد ابي شنو كاين حيت هما غادي حيت عارفهم غادي يلوموني فهمت يقول لك انت هي اجدك تمشي تمشي عند يعني حتى اللي غادي يفهمك ما كاينش بقيت هكاك صابره وسده كتبها على داك السر حيت الام ديالي مريضة يعني خفت انا عندي حتى هي طيح مور بابا يعني ما يعني كان عندي تخوف بزاف ديال الحوايج صافي يعني قلت ما وقع لي والو صافي اتصلت به قلت له دابا صرا شي كاين وكيد مالك تعاود تعرض لي دابا الكرة انا اللي غنولي دافع على راسي يعني انا غنولي انا شبكارة هكا هضرت مع هذا المصطلح هذا الا ما كنتش واصله لهذا المستوى غادي نولي نظلم حيت يعني تعذبوا بزاف على التعذيب هذا قال لي شوفي نقول لك قال لي انت يعني بحال تملكني انا يعني بقى ديالو يعني هو ما تقبلش انا كطلق ما تقبلش موراها غادي انا كنحب مع الولاده الاولى ديالي كنت سيزاريان يعني ممنوع عليا انني نكون نحمل مده ديال 5 سنين مشيت كانت نفخلي هذيك الجرحه ديال السيزاريان نفخات لي بزاف رجعت للطبيبه الجينيكولوج قالت لي يا ودي راه خصك تمشي للطبيبه ديالك اللي فتحت لك مشيت عند الطبيبه اللي فتحت ليا قلت لها وديها شنو كاين شنو كاين قالت لي راه الطبيبه صيفطتني يعني على اساس انك راكي حامله تما غادي تصدم بلي انا راني حامله يعني شنو غادي ندير اتصلت بيه قلت لها وديها شنو كاين شنو كاين راني حامله لحسن الحظ ما يعني ما نكرش قال لي شوفي كون ما كنتش عارف اش كتسوي يعني ما غاديش يعني نقول لك هضره اخرى قال لي مهم دي بغيتي نديرو معاك نديرو نشوف نقول لك انا يعني انا وياك ما نقدروش نستمرو انا ندير معاك واحد الحاجه واحد الاتفاق زوين ندير لك تنازل على النفقه مقابل انك تحيد لي هادشي اللي في كرشي قال لي شوفي واخا تنطلب ربي يسمح لي ويغفر لي في هاد الظهر هذا اللي انني فكرت بهاديك الفكره ولاني كانت يعني ما كان كلشي مسدود ليا ديما كلشي مسدود لي في وجهي واخا مرحبا قلتلو دابا تا الحل لي بغيتي نديرو معاك قال لي دابا ديري التنازل النفقة نديرو لك غير نفكني أنا ونفكك دار ليا قال لي واخا مهم أنا نشوف معاك الحل بقات يدي فيا باليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا بدات الكرش كتكبر يعني وصلت لأربع شهور قلتلو دابا راه 4 شهور شكون غادي يعتقدني ولا شكون غيشوف فيا ولا قال لي شوفي قال لي يا دابا حل اللي بغيتي غنديرو لك قال لي يا غادي تصبري حتى نلقاك اللي غايدير لك الكورطاج يا تجي لدارنا وتولي هذاك الولد وتنازلي عليه وما تعاوديش تولي فيه يا هادشي اللي قال لي اللي عندي ولا تي هاد المراه انا راه ما يمكنليش هاد الحلول هادو اللي كتقولي ما يمكنليش عندي حل واحد هو اللي قلت لك قال لي صافي وصبري حتى نلقاها بقيت هكاك صبره وكانت ما يعني حتى في الدار ما مبينالوش بلي راني حامله حيت انا يعني غادي نحيدو يعني دايره بدالي غادي نحيد هذاك الولد ما يبقاش في كرشي بقيت هكاك حتى لواحد النهار ربي فاش كيبغي يبين شي حاجه راه تيبينها بحال هزيتيني ونحتيني يعني غاديه ما عليا ما بيا حتى تحت طلقات ليا السقيه يعني انا ما عرفاش يعني بتبع حيت الولاده الاولاد ديالي ما كانتش عندي حتى شي علامه ديال الولاده ولا حاجه يعني كان انا سخني الولد في الكرش وفتحوا لي الكرش وكان عندي اصلا الحريق بزاف يعني بدا الكرش كبر وهذيك طلع لي كانت ناقصه لي كانت كتسبب لي الحريق بزاف يعني سي تقطع لي حتى التنفس ما كنتش عارفه شنو هي السقيه يعني حتى باش انني نهضر مع الام ديالي اللي غادي تكون قريبه ليا يعني ما قديش نقول لها شنو كاين شنو كاين
انت يعني صحابات ما عنديش انا صحاباتي يعني مدينه صحابات يعني صحابات بنات ما عنديش يعني الاصدقاء ديالي كانوا كلهم دراري ما كنتش كنعرف البنات من الوقيته ديال لافاك اللي قطعت العلاقه ديالي بالبنات صافي ما بقيتش كنعرف شكون هما البنات يعني حتى الدراري يعني اي واحد اللي غادي تقول له شنو كاين شنو كاين غيدي لك صوره ناقصه انا كتجيني الفكره يعني ما نقدرش نصرح اي واحد شنو واقع ليا صافي قلت له دير ها شنو كاين شنو كاين قال لي صبري حتى يكون عندي الفلوس وديك الفلوس هادي صابره هكاك حتى نشوف شنو كاين كان واحد الطبيب كنهضر معاه وكان كيصب صرف فينا يعني كيدي بدا ب10000 ريال ب20000 ريال ب30000 ريال ب40 غعطيني هادي عطيني هادي راه غنعطيكم نهار امتى تجيو ديرو الكورطاج بقى لينا نهار اليوم غدا اليوم غدا راه خصنا نجيبو ابرة خصنا راه اليوم زاد بقى كل مرة كيقولنا مرة تيقولك راه العبارة زاد مرة تيقولك راه خصنا ابرة خصنا هادي خصنا هادي يعني غير كياكل بدا الفلوس صافي قال لي شوفي راه هادشي شوف هداك الطبيب غادي نوصل معاه لشي حل انا وياه يعني دا بزاف ديال الفلوس صبري حتى نمشيو نشوفو ديك الساعة صافي مشى هداك النهار دابز معاه عطاه واحد الورقة على نعمة اللي ما تبقى عفاك يكون باختصار لان مازال معنا جوج قصص يصيفطو ليا دابا باش انهم يدوزو الى كان ممكن تسمحي لي مرحبا اها بقيت هكاك هذاك النهار غادي ندخل الولد هذاك النهار فاش غادي نشد الورقة انا قلت لي الصباح غادي نصبح فيا الوجع غادي الولد وجدة طبيعية ماشي قيصرية ولدت على 6 شهور و20 يوم تحط في الكوفاز ديال القرعة بقى المدة ديال شهرين وقع على الولد واحد المشكل ديال انه تكمشات للرية عنده الشعب الهوائية ديالو تيضيقو وعنده مشكل ديال الصرع عنده بزاف ديال المشاكل الصحيه عنده لازم عنده مهم بزاف ديال الحوايج من بعد منها غادي تخلى عليا السبيطار يخليني تنجد في راسي يعني حتى من ليكوش الحليب دواء سكانير اي حاجه يعني غير الناس اللي كيعاونوني كلنا فين كيعاونوا يجي حتى من حبابي سمحوا فيا تخلاو عليا ومن حقهم انهم يتخلاو عليا حيت انا بدلو كذبت عليهم يعني ما بقيت هكا كنحاول انني نجدف 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 خرج مشيت عندو للدار عاود ارضي نفس الحوايج نفس المأساة نفس بحال كنعاود نفس الصور جرى عليا من الدار بغيت لي عاود جعدي قال لي عافاك الا كان ممكن ترجعي عاود ترجعتي يعني ما انا عاود تجوزتي به لا بلا كاغيط بلا والو قلت غادي تعيشي هكا يعني انا ضغطت جميع الحوايج غير باش ما نعيش في الزنقه مشيت واحد يعني انا كندبر على الحليب لي كوش اي حاجه خصات لولادي يعني انا اللي كنجيبها يعني ما هو ما يعني غير صوره زايده بقيت هكاك مشيت جلست واحد الايام في لوطيل حاولت نجلس في لوطيل جا عندي لوطيل دالي الابن ديالي مشى سافر بيه الكبير ثانيه كيقول لي استغل هذيك الفرصه ديال انني الوالدين ديالي ما تيهضروش معايا قال لي راه عند الوالدين ديالك كنتصل بهم تيقولوا لي ما عندناش الولد حتى لواحد النهار نيت غادي نسجلوا في الهضره وغادي يقول لي راه ما كاينش مفيش الولد تما حنا راه ما كاينش هنايا حنا مشينا لخوينا درت شكايه لوكيل الملك صوناو عليه في التليفون هددوه جاب الولد جابو ليا موراها غادي بقى تقريبا غادي نجلس 15 يوم في الزنقة كنت كنعيش غير في الزنقة أنا والولد ديالي الصغير بعدا قبل ما يجيب لي الكبير 15 يوم وأنا كنعيش في الزنقة تنجلس من القهوة القهوة كل نهار ونهار كاين نهار اللي ناكل كاين نهار اللي ما ناكلش المهم كنحاول نوفر له هو غير ليكوش ديالو والحليب ديالو وانا ماشي مشكل حتى كرات لي واحد السيدة الله يجازيها بالخير هاد الشهر الاول عيطوا لي صحاب اوراش خدمت معاهم تقريبا المدة ديال شهرين الشهر الثالث كان الولد ديالي تعرض لواحد الوعكة صحية صافي وخرج دابا حاليا راني مع وليداتي اللي تشداهم حضناهم هو باقي يعني خوال البلاد ما بقاش كاع هنايا بدل نوبه التليفون ديالو
الابن ديالي بعد هذيك الشكايه اللي درت على وكيل الملك، كانوا قالوا لي خصك ضروري شهود انه بيشهدوا الواقعه اللي وقعت لك باش اننا حنا نتيقوك في الواقع. ناري دخلت الولد تبع عاد اتضح شنو غادي ندير. اتصلت بالخليه اللي كاينه في المستشفى، قلت لهم عافاكم غادي تصلني بالبوليس باش انني نعرف الشكايه ديالي فين وصلت، حيت هذيك الشكايه نتج عندها حمل خارج اطار الزواج وفي العده وبزاف ديال الحوايج، يعني مسطره اخرى هذيك. تما داروا المقارنه ديال سميتو ديال لا دي ان، وعاد جابوه. فاش جابوه قال لي دابا شوفي عيد ديجيني للحبس راه ما غاديش نعترف لك بالولد، الا نزل قضيه نعترف لك بالولد. قدمت تنازل على الشكايه وعيدي مغمضي، سجل الولد الاسم ديالو باش ما يضيع عليهاش. صافي موراها ما عاودتش نهار التسجيل ديال الولد، ما عاودتش يعني ما بقاش بانو الاثار. خوال البلاد يعني حتى حبابا ما بقاوش هنايا، واش نزور رحيل واش ما عرفتش. المهم انا حاليا مع وليداتي كنعيش باش ما قسم الله نعطاك النهار يجيب الله. هذه هي القصه ديالي اللي صراحه حاولت نختصر لك. يعني واش نقول لك، المهم قصتك قصه نعمه. الى شي واحد بغى يعاونك في خدمه، حاليا ما خدامش ياك نعمه؟ لا كنحاول نقلب على خدمه خويا، بابا ما لقيتش كامل. حشدنا واحد يعاوننا شويه صعيب تلقى فيهم خدمه بصراحه. طيب واخا عندي ديبلوم ديال المحاسبه، وعندي دوك فرنسيه. واخا اللي بغى الرقم ديالك غير خدمه غير باش اي باش العيشة الولد، حيت الولد العلاج ديالو شويه طويل. العلاج ديالو بجوج، دابا راه عندي جوج، يعني واحد كيحتاج صباط ديال 82000 ريال كل 3 شهور زائد ترويض طبي. واحد دابا هذا الصغير قال لي تزاد خصو واحد لاباري ديال التنفس، يعني ديما كندير للسبيطار طالبه للطبيبه لاباري ديال التنفس باش يعيش. عندو مشكل ديال سكالير دابا حاليا ما لقيتش باش نديرو، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني انا يعني شحال قدمنا بنادم يعطيني، يعني خصني انا نخدم باش نخدم انا حاليا دراري صغار. واحد 3 سنين واحد 5 شهور، يعني كندير له. واخا اللي بغى الرقم ديالك نعطيو الرقم نعمه. اللي بغى الرقم ديالنا ما يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اسباس اش اي ال اي ال اكس. بغينا الرقم ديال النعمه، واخا نقولوا المدينة النعمه باش الا كان شي واحد من هذه المنطقه عنده خدمه يعاونك فيها. نقدر نقولوا المدينة؟ ما عنديش مشكلة خويا. شنو هي المدينة النعمة؟ باللايف في اللايف. اللي بغيتي تقولي لنا. زعما الا بغيتي تقوليها، ما بغيتيش ما كاينش مشكل. لا بالاحسن ما واخا في اللايف حيت انا قلت لك شويه هي في المنطقه انا معروفه بزاف. يعني فهمتي واخا. المهم في النواحي ديال الاطلس ياك، في النواحي ديال الاطلس. اللي بغى يعاونها يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اسباس اش اي ال اي بدر الهلالي. كتب لي بس الرقم ديال النعمه نعطيوك رقم ديال النعمه.